السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا النهاردة معانا جهاز تريمبل ارتن، هنعرف ازاي ان احنا نتعرف على مكونات الجهاز الاول، وبعد كده نشتغل ان شاء الله ازاي نركب الجهاز وازاي نشتغل بالجهاز. تمام، اول حاجة احنا عندنا حاجتين، عندنا الروفر انا معايا علبتين، العلبتين نفس بعض، يعني العلبتين نفس بعض مفيش اي اختلاف ما بينهم خالص، بس هنا احنا بنسمي جهاز روفر او بنكتب عليه روفر، وبنسمي جهاز بيز وبنكتب عليه بيز، دي كده ار ودي كده بي. تمام، ليه بنعمل كده؟ بنعمل عشان خاطر احنا عندنا النقطه معلومه الاحداثيات، او النقطه اللي لسه ما فيش مش معلومه الاحداثيات، فاحنا النقطه دي هنوقف عليها جهاز اللي هو البيز، والتانية اللي بنركبها في الجهاز التاني او الستاند اللي احنا بنمسكه هيبقى اسمها الروفر. اوكي، بعد دلوقتي معانا البوكسين ده، هنبدا من اول البيز ونعرف مكونات البيز. دي اول حاجة البيز، معانا هنا التليبراف ده اللي بيركب على الـ على الـ على الحامل، التليبراف بيركب على الحامل هنا فوق، دي اول حاجة. ومعانا البطاريات بتاعت الجهاز. تمام، ومعانا البيز، ومعانا المتر، ومعانا الانتلة. تمام، او الراديو الداخلي ده، ده اول حاجة. اول حاجة ان احنا معانا الجهاز البيز هو نفس جهاز الروفر بالظبط، يعني احنا لو فتحنا الروفر دلوقتي هنشوف الروفر نفس الشكل، نفس الجهاز، هو نفس الجهاز. الفرق ان احنا هنا موجود عندنا سيريال نمبر، تعرف يا زين السيريال نمبر مختلف، الفكرة ان السيريال نمبر مختلف. انا ما دخل في الجهاز بتاعي الجهاز الكنترولر، انا مسمي ان ده البيز وده الروفر. تمام، فده خلاص معانا احنا البيز. اول ما حاجة بنيجي نشغل البيز بنركبه ازاي؟ اول حاجة بنفتح غطا البطارية، بنجيب البطارية، شوف الشكل بتاع البطارية هنا وهنا جوه في الـ في الـ في البيز، بنمسك كده بنعمل كده بنضغط عليها. تمام معايا؟ بقفل. تاني حاجة بجيب الانتنة اركب الانتنة. تالت حاجة بجيب الجزء ده عشان خاطر نركبه في الستاند، اللون الابيض ده مع اللون الابيض ده، باجي كده خلاص، وبجيب الجزء ده. تمام، والجزء ده كله بيركب في التريبراك. واركبه على الستاند. تمام كده خلاص، ده الجزء الاولاني اللي بركبه فيه. الجزء الثاني اللي هو جهاز الروفر. الروفر بيركب ازاي؟ بشوف معايا الحامل بتاعي اللي مقطع الروفر، نفتح كده، ده جزء وده الجزء الثاني. الجزء ده بيركب في الجزء ده، ده ارتفاعه كام؟ ده ارتفاعه 2 متر. وباجي على الجزء بتاع الروفر نفس الكلام، بفتح ده بركب البطارية، بقفل، بركب الانتنة. تمام، واجيب الجزء اللي هو التكملة بتاعته حطه كده. تمام، بعد كده بربطه في الروفر. كده انا معايا ده الروفر اللي بتحرك بيه على كل النقط، وده البيز الجزء الثابت اللي هيبقى معايا على الستاند. تمام كده خلاص، اول جزء في اجزاء الجهاز البيز والروفر تريمبل ارتن. وان شاء الله الجزء اللي جاي هنعرف ازاي ان احنا نثبت الجهاز، وان احنا ازاي نربط الجهاز البيز والروفر مع بعض. وشكرا، السلام عليكم.